استاذتنا الكبيره حمديه حمدي قمر ومنورانا. مدام حمديه حمدي، مدام العالم يغني، كان ما بيتقالش حمديه حمدي، بيتقال العالم يغني. كنت بتنبسطي ولا بتضايقي؟ لا ده بره مش في التلفزيون. ايوه الجمهور. الناس اللي كان بيتضايق جوزي ده غيره ولا ايه؟ لا مش غيره، بس هو يعني ما بيحبش حد يقول العالم يغني. هو انا طرطور يعني. لازم يتقال باسمه، يعني مدام فلانه او مدام حرم فلان، بس العالم يغني ده مش بني ادم يعني يتقال ان المدام متجوزاه يعني. الحمد لله على السلامة. حضرتك راجع من عملية لظهرك، ايه اللي حصل؟ والله ظهري انا كنت بقى يعني باخد باليه وباخد يعني وانا يعني وانا في المدرسه وبلعب تنس، فالظهر ده اثر بقى ولا ايه، ففقرات الظهر يعني شبكه نزلت على بعضها، فكان في فراغ فحطوا حاجات مسامير وشواكيش و يعني عده نجاره. سلامتك، ألف سلامة. الله يسلمك يا حبيبتي، متشكره جدا. بمناسبة الباليه، لما حضرتك حجيتي حصل تنمر، قالوا الحاجة حمدية حمدي حاجة مذيعة ومذيعة وراقصة باليه. للأسف الحكاية دي كانت مضايقاني جدا، لأنه أنا ما أنا مش راقصة، أنا مش محترفة، بس كانوا بيعملوا معايا انترفيو، وكنت راجع من الحج مع والدتي، وكنت لسه في الجامعة، فقالوا لي إيه بقى يعني رغباتك والحاجات الهوبيز اللي بتهتمي بيها، فقلت لهم أنا في المدرسة كنت باخد باليه وبلعب تنس وبتاع وكده، فهما بقى خدوا الكلمة دي وقالوا بقى في الإذاعة، في مش عارفة كانت الكواكب ولا إيه، حطوا صورة بالطرحة كده، وقالوا الحاجة حمدية حمدي مذيعة وراقصة باليه، وبقوا يعلن عنها في مثلا اقرأ في الكواكب كذا وكذا في الأهرام مثلا. يعني التنمر من زمان. كانت مصيبة. كانت مصيبة طبعا، إن عيلتي كلها كانت مشنقة يعني مشمعنطة جدا، وقالوا احنا قلنا من الاول انك مش عايز بلاش التلفزيون وبتاع وكده، ادي النتيجه. فالحمد لله عدت بقى. حضرتك كنت عضو في لجنة الاستماع اللي بتختار المطربين والمطربات، واخترتي شيرين وتامر وأمال، وما اخترتيش عمرو دياب. انت شايفة شيرين ازاي؟ ايه المقاومات اللي خلتك تختاري شيرين وتختاري تامر؟ انا مش بس اللي انا يعني، الناس اللي في اعضاء اللجنه كلهم عجبهم شيرين وتامر، هم كانوا بقى بعض الاول، فكانوا قالوا الاثنين كويسين قوي، بس يمكن شيرين بتمتاز يعني احسن شويه من تامر في الصوت بتسمعيهم يعني. دلوقتي؟ طبعا بسمعهم، بس للاسف شيرين بوظت نفسها للاسف يعني، هي ما حافظتش على مكانتها كمطربه ناجحه، فربنا يهديها. عمرو دياب؟ لا عمرو دياب ما كنتش موجودة في اللجنة، بس سمعت انه ما يعني اللجنة ما قبلوهوش. ما اعتمدهوش كمطرب. واعتمد كملحن بواسطة من أستاذ أو وزير صفوت شريف. بالظبط كده، بس هو طبعا خد طريقه ونجح طبعا. يعني حتى الآن هو معتمد كملحن مش كمطرب، لجنة الاستماع بتاعت لا الإذاعة. بالظبط كده، اللجنة اللي هي في القناة الأولى، القناة الرئيسية يعني، يعني بيتذاع أغانيه في القنوات التانية، بس الإذاعة الرسمي يعني ما بتذاعوش. احنا سعداء ان حضرتك نورتينا، ربنا يكرمك. وان شاء الله لينا لقاءات تانية بإذن إن الله. شاء الله وحمد يا لله على حبيبتي، سلامتك. الله يسلمك، متشكرة جدا جدا.